مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة شوف تي في في البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير، يعني ودائما مع الحصيلة اليومية للوباء. فكما كيعرف الجميع أيضا، نسبة الانخفاض اللي كتعرفها الجائحة يعني في بلادنا، ما بقيناش كنشاهدو دوك العدد ديال الإصابات الكبيرة. فاليوم جهة سلسلة كتسجل فقط 4 حالات إصابة جديدة بكورونا وحالتين وفاة. ف اليوم يعني المغرب كامل كيسجل 255 حالة و 13 حالة وفاة. يعني الحالة الوبائية بجهة سوس كما قلت أن سجلت فقط 4 حالات، يعني وكلها متواجدة يعني بعمالة أكادير إيدا وتنان، فيما باقي المدن ديال جهة سوس مثلا لم تسجل أي حالة إصابة، لا في الوفيات لا في عدد الإصابة الجديدة. بدل كما قلت ان اكادير على اكادير دو تنان كتسجل 4 حالات جديدة وحالتين وفاة. فهادشي كيرجع بالفضل ديال يعني المجهود ديال السلطات ايضا والمواطنين بشكل كبير اللي انخرطوا في التلقيح وايضا احترام ديال التدابير الاحترازية.